سراكيل سرسري او كاتيرسان عيدامدا مامول غوبوليد كبودلان سوماليا ايا اسو ديباي عيدان كقرنكا جمهوريادا سوماليلان طلابادا تانينا وحا اي غبغبا او نوقونايسا حيسادي كالوسنيد 3 بيلود او غو دنبايساي مغالادا لاسعان ودي خارونتا غوبلكا سول ديغان كباريغا فوغي سناغ او ميلو غسو ودا جيستي جيريتانكا اي ميدنمادا جمهوريادا سوماليلان ايا الى اي حد غولو وحكو اولا غادايا warbixinteenan waxaynu ku falaqaynaynaa saraakiisha kasoo goostay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo kaalinta ay ugu jireen sarkaal sare oo lagu magacaabo Hussein Dheere iyo ciidamada uu hoggaaminayo ayaa Soomaaliland isu soo dhiibay kana soo jadeer wacday maamul goboleedka Puntland Soomaaliya sarkaalkan ayaa ila wareediyada ay warbaahinta xogogaal helaysa sida ay sheegayaan waxa uu ka soo jeedaa bariga fog ee gobolka Sanaag ديغان كاسيو كجا عانتاك تي إنا قايب كان نقضان نبت قليا درهادا لغا علوصي مغالا دلاسعان ودي حارونتا قوبل كاسول او لغا قعان هادي تانينا وحا اي نقونا يسا كالادان تالكا قرشيهي ايو اوچودادي اي لهايين قايبا كاميدا قراد داداح ايا سياسيين تدبادا كالريحي سركال كان او ساند ملتريه او بالاران هايستي سيدا او كالانا قايب مهيم اكا اها عيدان كمامو القوبليت كبودلان سوماليا ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan taliyaha khibradda iyo u sanacnaanta xaaladan oo kale caanka ku ah ee Nuux Taani uu hoggaaminayo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu xiriir la soo sameeyay una sheegay inuu iskaga soo baxayo maamulka uu ka tirsan yahay oo uu xiisa qabo ku biiritaanka ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inuu ilaaliyo nabadgelyada dalkiisa iyo dadkiisa طليح حسين ديري وأول بكم إذا هام وعدلين تسومال اللان أيانا إلى وريد يد وحى أي شيء جيان. إنتي أنا وجوان كي سكرنا بين طلاب ذن قاعدين أو وضع هذا السعودي تلس كعيدا كغلب كسيدة سومال اللان إن يوجادين. إذا ما ذكى مرقى تجرى دة هي قوة ما مل جبريت كبدلان سومالي أو إسكرب سنة يا طليحها كننا أول فدبر وها. هسي شيء لو وريدي ذا هيا انت هسي وحا اي كدريان انا نيقو ان كيسي وحبك بدلين او وكمد نقضي عيدا كقلب كسيدي جمهورية دا سومالي لان تانينا وحا اي قبا قبا او نقونا اي ساحي صدا كتاق نيت سادح دي بلود او قدن بيسي مقالة اللاسعان او اوت اي باريقا قبل كسول كتال سراكيل سرسري او اي ورباهين تحقوقا اللحلي داي كانت ترسان عيدا كقلب كسيدي سومالي لان ayaa sheegay sababaha loo shaacin waayay inay ka mid tahay sistamka taliska ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo ah mid aan la heli karin xogihiisa hoose iyo khibradaha uu leeyahay ee nabadgelyada iyo midnimada ku samata bixiyo mar walba tan iyo markii ay xiisadan magaalada Laascaan oo bilaabantay 3 bilood ka horna waxa iska soo daba dhacay guulaha ay gaarayaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland سرکال کن اولف دبر و هاسی دا او کلینا کالین وین که گچیری ایدن که مامور گوبلیت که بودلان ایا وحا او سی توسا او گمید نخدای تلیس که سومالی لان تنین وحا ایسو دیدیکین تون تا حلوارا او لگا گارو حی صد مگالا دا لاسعان او دی حرون تا گوبل کسو کفرحی ایل که اگا سحاب تا دا یو قرابا دادا او لسو دیگ اب که دهب شیل سیاد سی فدود لعگو گدرتو مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كتهبشيل إعد لعاك الدرايسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجير وغور رأي إعد لعاك درايسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهبشيل هول فضايدي هاجة مالية ديت